مرحبا عبد الله. اهلا اهلا نعمان. اهلا اهلا عبد الله. نعم. اريد صورة جمل. ما عندي صورة جمل. عندي اليوم صور حيوانات واشياء تبدا اسماؤها بحرف الثاء. بحرف الثاء؟ نعم. اريد صورة حصان. لا يا نعمان. عندي صور حيوانات تبدا اسماؤها بحرف الثاء. ثور. انظر. وكلمة ثور تبدأ بحرف الثاء. يعجبك الثور؟ عبد الله. نعم. أنا لا أحب الثور. ثعبان. وكلمة ثعبان تبدأ بحرف الثاء. ثعبان. عبد الله. نعم. أنا لا أحب الثعبان. ما رأيك بهذه الصورة؟ انظر. عبد الله. نعم. عبد الله عبد الله. نعم. ما هذا الذئب؟ لا يا نعمان. هذا ثعلب. وكلمة ثعلب تبدأ بحرف الثاء. عبد الله. نعم. أنا لا أحب الثعلب. الثعلب ماكر وغدار. ما رأيك بهذه الصورة؟ ثلج. إنه يغطي الأرض. عبد الله. نعم. إذا أخذت صورة الثلج أخاف أن أبرد. خذها يا نعمان. إنها صورة جميلة. وكلمة ثلج تبدأ بحرف الثاء. حسنا حسنا عبد الله. نعم. سأخذ صورة الثلج وأخذ معها صورة الثوب. ولماذا صورة الثوب؟ لكي ألبس الثوب فلا أشعر ببرد الثلج.